بسم الله الرحمن الرحيم. المماطلة والتسويف التي تستخدمها سياسة بغداد وسياسة الأحزاب الفاسدة الفاشلة وسياسة ذوي الأذرع واستخدام الوقت كقوة لإماتة التظاهرات، اليوم مهلة الناصرية التي أطلقها أبناء مدينة الفيحاء الناصرية وأبناء مدينة الكوت والمحافظات المنتفضة قد تنتهي غدا إن شاء الله. سيكون لنا حراك سلمي وتصعيد آخر ضد الحكومة المركزية. اليوم حقيقة الأحزاب السياسية تستخدم سياسة ذوي الأذرع معنا. ماذا تريدون؟ اليوم العراق مشتعل، الدوائر الدولة معطلة، العراق شبه معطل، والأحزاب السياسية والبرلمان العراقي في عطلة تشريعية. ألا يعلم أن العراق والعراقيين قد اشتعلوا نارا بسبب سياستكم الفاسدة الفاشلة؟ اليوم مطلبنا الأساسي والرئيسي واختيار رئيس وزراء بعيدا كل البعد عن الأحزاب والتكتلات السياسية، ويكون ضمن المواصفات التي اختارتها ساحات التظاهر. ستبقى تظاهرات محافظة واسط محافظة على سلميتها وعلى ثباتها. من العلم سبب ومن أسباب التصعيد اللي جاي يصير أعضاء البرلمان، احنا جاي ننساهم المهلة العطلة التشريعية اللي ياخذوها هسه ال 15-45 يوم. احنا العراق مشتعل وهو جاي ياخذنا 45 يوم. للعلم قدروا يزحفون العطلة مال المدارس قبلوها، لكن عطلتهم ما زحفوها.
ليش؟ لانهم خونه ويخافون على مناصبهم وجاي يسوفون، والظاهر انه ما لهم نيه ينفذون مطالب الشعب. لهذا الاساس المفروض تكون الحمله على اعضاء البرلمان بمنعهم من دخول المحافظات. ممنوع يدخلون محافظاتنا لانهم خانوا محافظاتهم وخانوا الناس اللي ينتخبوهم باخذهم هاي العطله، وهي هاي السبب اللي راح يكون من اسباب التصعيد القوي، وراح يستمر التصعيد الى ان ننفذ كل مطالبنا. اكو امور للتصعيد اكثر، منها اقامه دعاوي. طبعا للعلم احنا المفروض هسه نقيم دعوه على كل عضو برلمان وافق على العطله التشريعيه، زائد راح يكون بمكان ما قطع الشوارع 4 ساعات او 3 ساعات راح نحولها الى 24 ساعة الى 24 ساعة، ومستعدين نبقى 3 اشهر قاطعين الشوارع بعد الشوارع الخارجيه ونوقف العراق الى ان هذول الخونه يعترفون بالحقوق ويتنازلون عن ما اكتسبوه وعن سرقاتهم وينفذون مطالب الشعب المطلوبه اللي هي مطالب بسيطه جدا. اليوم اتينا مع طلاب جامعات و طلاب الكادر الصحي وجميع جامعة إمام موسى الكاظم وطلاب الإعداديات، وأتوا بقوة هائلة في هذا اليوم، وهم يهتفون للعراق وهم يحبون العراق وهم يهتفون لجميع المحافظات ومتماسكين مع المحافظات الجنوبية وبالخصوص محافظة الناصرية، حيث محافظة الناصرية أعطت خبر وأعطت بيان بأنه ستكون هناك مهلة إلى الأحزاب اللي داخل المنطقة الخضراء أو الفاسدين نقول عليهم، أعطتهم مهلة لكي يكون قرارهم مع الشعب العراقي، يكون قرارهم على رئيس وزراء جديد في مرحلة انتقالية ولتشكيل حكومة. نحن نقول بعد أن تنتهي هذه المهلة ستكون هنالك مواقف تصعيدية داخل المحافظات الجنوبية تحديدا وهم متواصلين بينهم، وستكون لهؤلاء الطلاب والمجتمع كافة لهم صولة وجولة. احنا لا نقول للقطع والتخريب، لا، نحن نقف الشعب العراقي يقف موقف موحد ضد مواقف تصعيديه الغرض من عندها، وصار رساله للحكومه بانه عليكم انتباه. جماهير محافظه واسط يتضامنون مع محافظه ذي قار لانهاء المهله المحدده للحكومه. اليوم الجماهير طلعت بكل ما تملك من كوادر الجامعة والدوائر وجميع الجماهير والمتظاهرين في محافظة واسط متضامنين مع المحافظات البقية وبالذات إنهاء المهلة لمحافظة ذي قار. إن شاء الله الكل واحد والهدف واحد ومطالب الشعب واحد. احنا بعيد عن جميع المسميات وبعيد عن جميع الاتهامات الموجهة للمتظاهرين. احنا كمتظاهرين وكنساء محافظة واسط نطالب بتحقيق مطالب الشعب اللي محسوبة بالدستور العراقي. كثوار محافظة واسط وإلا باقي المحافظات هم مصرين على الاعتصام والاستمرار بالاعتصام من أجل تحقيق المطالب. لقد تجاوزنا 100 يوم ولا زالت الاعتصامات والحراك الشعبي مستمرا من أجل المطالبة بالمطالب المشروعة التي سبق وأن تم ذكرها من قبل كافة ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات. اليوم في واسط لا زالت الجماهير المحتشدة والمتظاهرة تتوافد على ساحة الاعتصام للمطالبة وتجديد المطالب المشروعة التي أكدت عليها المرجعية وكافة الشرائح التي اشتركت في هذه التظاهرة. للأسف الشديد لم نجد أي استجابة أو تلبية للمطالب من قبل الجهات المسؤولة. لا زالت المماطلة والتسويف هو سيد الموقف من قبل جهات السلطة. متواصلون في تظاهراتنا واعتصاماتنا من ساحة تشرين، من ساحة ثورة تشرين، ساحة واسط، ونندد أولا نندد بأعضاء البرلمان لإعطائهم إجازة، وهذه الإجازة لن نفلح بها، ولكونها الإجازة تؤثر على الشعب والشعب باقي يتظاهر ومعتصم في الساحات. ومن هذا المكان من محافظة واسط نقول بأننا مساندين لمحافظة ذي قار بالاعتصامات، وإن شاء الله من يوم غدا سيبدأ الاعتصام وقطع الطرق الخارجية، سيبدأ قطع من محافظة واسط، سيبدأ قطع طريق ناصرية كوت عمارة كوت بغداد عمارة.
وإن شاء الله متواصلون في تظاهراتنا واعتصامتنا إلى أن تحقق مطالبنا. مطالبنا مشروعة وهي أقالة البرلمان، تشكيل حكومة جديدة، وإن شاء الله باقين ومستمرون على عهدنا. نعم نعم للعراق. في تظاهرات العراق حقيقة من يوم 11 ليومنا هذا سطرت ملاحم وتاريخ لا يمكن أن يشطبه أيا كان، من ناحية البطولات ومن ناحية الأمور التي قام بها الشباب في الذود عن هذا البلد الجريح الذي عانى ما عانى من الويلات ومن خراب أهل الفساد من أحزاب الفساد. قرر الشباب من 11 انطلاق تظاهرة أشبه بالمليونية في 11، وقد تم تأجيلها إلى يوم 25، وذلك بالتزامن مع الزيارة الأربعينية المباركة لإمام الحسين عليه السلام. وانطلق الشباب في يوم 25 مطالبين بالتغيير الجذري للعملية السياسية، لكن لاحظوا هناك تسويف من المسؤولين على العملية السياسية من البرلمان ومن الحكومة، واضطر إلى التصعيد في هذه العملية ابتداء بعمليات العصيان المدني السلمي، وقد بادرت بها محافظة واسط من يوم 28/10 للعام الماضي، واستمر ليومنا هذا العصيان، مما اضطر إلى بعض المحافظات ومنها أخص بالذكر محافظة الناصرية التي هي تعتبر أم الثورات، محافظة الثورات. اتفق شبابها وجميع جماهيرها بالتصعيد، ولكن مع الأسف نلاحظ لحد هذه اللحظة لا يوجد هناك أي بادرة أمل أو أي بادرة يطلقها البرلمان أو أي شخص من البرلمان ويهدئ الشارع العراقي ويقول له لربما سيتم تحقيق ولو هدف واحد، لكن نلاحظ عدم التسويف والمماطلة، وحقيقة بضع سويعات ستنتهي هذه المهلة، ومما سيضطر الجماهير الثائرة إلى التصعيد السلمي، وهي كما تم الإعلان عنها لربما سيتم قطع بعض الطرقات الرئيسية أو ممرات المطارات، أو لربما ستزداد الحالة إلى قطع بعض الموانئ، وهذه حقيقة ستؤثر على الاقتصاد العراقي وستؤثر أيضا على البنية العراقية. لكن سؤالنا نطرحه ونقول لا يمكن لوم الثائر إذا ثار، لكن نقول نلوم الشخص الذي يطلب منه الطلبات ولكن لا ينفذ. نلاحظ هناك حملة شعواء تشنها الصفحات الصفراء الممولة من الأحزاب الفاسدة ومن الدول المستفيدة من هذه الأحزاب الفاسدة، يمولون هذه الشخصيات والصفحات الوهمية في التسقيط في هذه الثورة المباركة والشريفة التي سلكت منهج أبا الأحرار وأبو الثوار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بمطالبتهم بحقوقهم المشروعة. لكن نلاحظ التسقيط المتعمد لكل ثائر ولكل ثائرة لهذه الساحة، وقيل عن هذه الثورة إنها ممولة من دول أجنبية أو ممول من سفارات أخرى. هل يا ترى من المعقول أن يكون التمويل 1000 دينار يوجد في الشخص الشهيد؟ هل هذا هو تمويل؟ أي سفارة تعطي تمويل 1000 دينار؟ أي سفارة تمول خيمة يكون عشاها بالعامية، إحنا بالعراق نقول لفة فلافل؟ أكو سفارة تبطي لفة فلافل إلى ثائر؟ هذه سفارتيش هذه بس فهمون. أكو سفارة تبطي لشخص، وهسه إحنا موجودة عندنا هسه حاليا مثال عليها أم بريرة، أعتقد موجودة هنا معروف عنها بالساحة، جاي تخبز يومية خبز تجمع على 1000 1000 من الساحة ومن الموجودين ومن المعلمين والأساتذة ومن جميع الثوار، تجمعها على 1000 1000 حتى تسوي خبز، هذه ممولة من السفارة؟ اليوم خرجت أبناء محافظة واسط بمظاهرة سلمية تضامنا مع باقي المحافظات وخاصة محافظة الناصرية حول المهلة المحددة لاختيار رئيس الوزراء. من خلال كاميرتكم الكريمة نوجه رسالة إلى جميع المحافظات أنه واسط باقية على العهد مع باقي المحافظات ومستمرين بمظاهراتنا. أما بالنسبة بخصوص التصعيد محافظة واسط سوف يكون سلمي، لا حرق قطارات ولا تخريب.
ولا تخريب، وان شاء الله باقين لحين تحقيق مطالبنا كثار. احنا نوجه رساله للبرلمان نقلهم انه انتهت بعد، اما يستقيلون نقيلهم احنا بطريقتنا الخاصه. ابناء محافظه واسط وكل المحافظات ثائره ضد الفساد وضد البرلمان. لحد الان احنا ما شفنا اي برلماني صرح او نزل للشارع العراقي خلينا نقول وتلقى طلباته من الشارع. هم جاي ويراهنون على المواطنه وعلى الوقت لضياع الوقت. فاحنا من خلال هذه رساله نوجه لهم، باقين وثائرين. احنا متضامنين مع محافظاتنا البصره والناصريه والعماره وبغداد. فاحنا هسه هالايام هاي سلميه. احنا اهل الناصريه والبصره شو يسوون من تصعيدات؟ احنا وياهم، احنا اليوم سلميه وياهم. فاليوم طلعت الكليات والمدارس والمعاهد والمهندسين كل الكوادر الدوائر الواسطيه كلها طلعت تضامنا مع المتظاهرين والثوار في هاي الساحه. واحنا نبقى سلميه. احنا بالنسبه لمجلس النواب، الظاهر هم يعني مستهزئين بينا، لان احنا جبناهم وخليناهم على قبه البرلمان. هو من انتخبهم؟ هو اللي انتخبوا مجلس النواب من هم؟ احنا جبناهم واحنا اللي خليناهم على هاي المقاعد وانتخبناهم. ليش هيك انتم مستهزئين بهاي الثوار؟ فاحنا ما عندنا حل وياهم لما يلبون مطالبنا. الظاهر ذولا يعني مستخفين بهذه الوضعيه. ليش احنا صار لنا 14 عايفين شغلنا وعايفين عملنا؟ العالم هاي والله قتل الجوع، قتل الوسط، قتل الضيم. الله وكيلك صار لنا شهر لا شغل ولا عمل. يعني ما يصير، الله ما يقبل. انتوا ليش هيك تسوون ويانا؟ احنا شلون جبناكم؟ انتوا شلون وصلتوا لقبة البرلمان؟ تتمتعون بالفلوس مالتكم انتوا وعوائلكم وقرباكم واحنا عايفينه لا شغل ولا عمل. زين الله وكيلك فلوس ماكو بجوبنا. ما يصير هيجي. باوع العالم علينا با والله ودعتك. لو هسه يظلون بعد سنه، نظل بعد سنه لا يطاولون ولا شيء. ها صار 3 أشهر في كل العالم، خلي يدورون التاريخ في كل العالم ماكو مظاهرات طولت 3 أشهر و 4 أشهر. اكبر مظاهره هم هسه خلي يسوون اكبر مظاهره اذا طولت عندهم يومين. زين احنا ما عندنا لا شتاء يهمنا ولا يهمنا برد ولا يهمنا هذا، كل شيء ما يهمنا. هو طلع شهداء بالالاف، احنا يهمنا ما ننسحب. هذا شعبهم وهاي ولدهم، واحنا بس همنا هم الانتخابات وهم نجيب ولدنا وهم ننتخبهم نفسنا. ما احنا شو نريد من عندهم؟ احنا لا نريد منصب ولا نريد النارات. احنا نريد وطن ونريد الناس هاي تصلحون وتقضون على الفاسدين. ليش الفاسدين؟ شنو مفوض؟ مفوض لو رتبة نقيب عنده 3 عمارات. شنو مفوض ما ادري وين بدائرة بالبوارد المائية ما ادري وين عنده 3 مدارس اهلية؟ شنو هالفساد هذا؟ كل العالم شوف، العالم ما تحترمكم. عراقي كان هيبة الهيبة، هسه ما حد يقلبه، ما حد يشتريه، يروحون غادي ينول بيهم بالدول. هذا العراقي كان هيبة بس مال فساد وبوق والجواز خول. هذا الجواز العراقي حدث ولا حرج، هذا قام ما حد يشتريه مع الاسف. والله عيب، والله عيب ابنها. والله علوا بالمبالي خابرونا قالوا شنو العراقيين انتم؟ هاك انتم الناس هابكم، هسه ما حد ما يشتري بزبانه؟ الله ما يقبل عمي. عيب، خزيتونا قدام العالم، سويتوا بينا سنه سنتين بوق، صار لكم 17 سنه، ايش خليتوا؟ بوقتوا الاول والاخير، عمي البوقتوا خليه يولي. هسه البختو خليه ولا خذوه بس طوله مجال. عم هاي الشباب، هاي الشباب هسه تقود مو العراق، تقود 10 مثل العراق. ابتداء من اليوم اعلنت جماهير واسط تضامنها مع جماهير محافظه ذي قار حول مهله وطن، وابتداء من يوم غد ان شاء الله ستبدا المهله التي اعطيناها للحكومه من اجل تنفيذ مطالب الجماهير التي خرجت من اجلها ولم يتحقق منها شيء. والصدمه الكبرى التي صدمتنا هي انه المجلس البرلمان يتمتع باجازته التشريعيه وترك الشعب وهمومه خلف ظهورهم، وهذا مما يدل على ان البرلمانيين هم ليسوا بممثلين حقيقيين عن ابناء الشعب العراقي. والصدمه الكبرى التي حققوها لنا هي بعدهم عنا هذا البعد وعدم تحقيق اي مطلب من مطالب الجماهير. غدا سيكون هناك تصعيد
من خلال إخواننا المتظاهرين ومن خلال غلق الطرق الرئيسية مداخل ومخارج المحافظات والدوائر الحكومية والمدارس بأجمعها من أجل أن يتم زخم يكون هناك زخم للمتظاهرين في ساحات الاحتجاج وفي ساحات التظاهر وإيصال رسالة إلى الحكومة من أجل تحقيق المطالب التي طالبنا بها ولا زلنا نطالب بها لحد اليوم. هناك مراهنات ومزايدات على قمع هذه الثورة، ثورة الشباب من قبل المسؤولين ومن قبل الأحزاب، ولكننا نقابل هذا الشيء بتكاتفنا، بتواجدنا، بممارساتنا اليومية داخل ساحات الاحتجاج وداخل ساحات الاعتصام من أجل نيل الحقوق. نحن كثوار دائما نطالب بسلمية التظاهرات من أجل المطالبة بالحقوق ومن أجل كسب الحقوق المشروعة ومن أجل المطالبة بالحقوق من قبل قوانين الأمم المتحدة، لأن بسلميتنا انتصرنا على الأحزاب. بعد 3 أشهر وأكثر في ساحات الاعتصام والتظاهر مع أبناء الشعب العراقي للمطالبة بالحقوق المشروعة، وحقيقة نتأسف أن طيلة هذه الفترة لم تستجب الحكومة العراقية والسياسيين والبرلمان العراقي إلى مطالب أبناء الشعب العراقي، وكثير من المطالب قد سوفت وهم يراهنون على الوقت. نحن كجماهير في المحافظات المنتفضة باقون ومعتصمون في ساحات التظاهر، وهنالك مهلة حددتها المحافظات المنتفضة والمطالبة بالحقوق لتنفيذ هذه المطالب، وهي مطالب موحدة. اليوم تنتهي هذه المهلة وغدا هنالك تصعيد سلمي، نؤكد تصعيد سلمي لا غير، من أجل المطالبة بهذه الحقوق بالتضامن مع المحافظات المنتفضة في الوسط والجنوب. نؤكد أن مظاهراتنا سلمية، نرفض أي حالة من حالات التجاوز على الممتلكات العامة وعلى الأجهزة الأمنية، كل ما هنالك تصعيد سلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة. نقول لهم أن أبناء الشعب العراقي والثوار والمعتصمين باقون في ساحات التظاهر والاعتصام إلى حين تحقيق المطالب، ولا يهمهم الوقت وإطالة الوقت. يجب عليكم تنفيذ هذه المطالب، هناك مطالب قد نفذت وهنالك مطالب لم تنفذ لحد الآن، ومنها اختيار رئيس الوزراء الذي يجب أن يكون مستقل ومن اختيار ساحات الاعتصام. نقول لكم الوقت لا يهمنا، يجب عليكم تنفيذ مطالب أبناء الشعب العراقي وهي مطالب مشروعة. نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم.
كلا كلا للمحاصصة، كلا كلا للمحاصصة، كلا كلا للمحاصصة، كلا كلا للمحاصصة، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق. والحكومة العراقية بإطلاق استمارة التعيين أسوة ببقية الدفعات السابقة. يلا عينك هنا، يلا تحت 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 كابتن بعد من هنا هني غد هذا. إلى خير صوّلنا للشهيد.